أهلا ومرحبا بكم على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة وأكلة جديدة، نتمنى أن وصفة النهاردة تنال إعجابكم وتحوز على رضاكم. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة تحميص اللب أو طريقة قلي اللب زي المحمصة بالظبط أو زي المقلة بالظبط بكل سهولة وببساطة، وهنبدأ على بركة الله. لو أنت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك. احنا كده خلصنا، نتمنى حلقة النهاردة تكون عجبت حضراتكم وتجربوها. ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر وعشان نقدم لحضراتكم كل جديد. اي سؤال او اي استفسار في صندوق الوصف، بنرحب بكل اسئلتكم. ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر وعشان نقدم لحضراتكم كل جديد. تعملوا لايك وشير واعجابوا اشتراك على القناة وتفعلوا جرس عشان يجيلكم مننا كل جديد. تحياتنا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.